check it out. Please, it's a كده برضه تخدنا عليك؟ عمر الشاي باي كفايه كده بس عشان نرتاح. ربنا يديك الصحه وطول العمر. يلا انا متاكده ان الحادثه مدبره. يعني ايه مدبره؟ يعني بفعل فعل مش قضاء وقدر. نفس احساسي. هو مين بس له مصلحه يعمل كده؟ بابا مالوش اي اعداء واللي بيشتغلوا في غسيل الاموال وبابا معاه كشف باسمائهم مالهمش مصلحه برضه؟ بس لدرجة انهم يحاولوا يقتلوه؟ طبعا دول مافيا عالمية ودي وسيلتهم التصفية الجسدية لكل من يعترض طريقهم. يعني سلامة بابا ما تعنيش انه فلت منهم. انا متأكدة انهم هيعيدوا القارة من جديد. يا رب استر. يعني ما قدرتيش تعرفي عنوانه؟ لا افتكر انا كده ابقى عملت اللي عليا. لا يا دكتورة لسه. لسه؟ لسه ايه؟ انا رحت في العنوان اللي عندي ما لقيتوش. يعني أنا ما قصرتش؟ إيه اللي مطلوب مني بقى أعمله غير كده؟ يا دكتورة أنا قلت لك قبل كده البحث والتحري دي مش مسؤوليتك، دي مسؤولية جهة التحقيق. بس أنا كمديرة المستشفى مسؤوليتي أتحرى بنفسي. مسؤوليتك يا دكتورة تنتهي يوم ما تقدمي بلاغ للنيابة وتدلي بأقوالك. نيابة تاني يا دكتور زهدي؟ هو ده الطريق الصح اللي لازم تمشي فيه يا دكتورة. أنا خايفة النيابة ما توصلش لحاجة بعد كل الشوشرة دي. المفروض يبقى في إيدي دليل الأول. خلاص اللي تشوفيها دكتور. بس ده موضوع خطير يا عمر وهيعرضنا لمشاكل إذا كنا مش متأكدين من صحة الأوراق اللي معاك. يا فندم أنا ما بكتبش حاجة إلا لما يكون معايا المستندات والمستندات دي صحيحة 100%. إذا كنت متأكد منها حقيقي ابتدي حملتك بس بدون ذكر أسماء واكتفي بس بالتلميح باعمالهم بمواصفاتهم. وده اللي انا ناوي اعمله فعلا يا فندم على الاقل حتى عشان ما بوظش شغل النائب العام والتحقيقات اللي بيعملها مكتبه في كتمان. يبقى على خيره الله. ميرسي قوي يا فندم. شكرا. مع السلامه. هما فاكرين انهم هيخوفوني مش انا اللي خاف الموت. حضرتك حياتك غاليه عندنا قوي يا بابا. انا راجل مؤمن والموت علينا حق ومحدش يقدر ينقص من عمري ثانية واحدة إلا بأمر الله. ونعم بالله. بس احنا برضه يا بابا خايفين عليك. أنا مش فاهمة ما تسيبك بقى من القضية دي وخلاص. لا مقدرش أسيبها. أنت عارفة وجهة نظري فيها وعارفة ليه بتهمني ويهمني إنها تهمك كمان. ما تخافيش محدش هيقدر علينا طول ما الحق معانا. تقدر تقولي بقالك يومين ما بتجيش العيادة ليه؟ كنت تعبان يا ميسة ما انت عارفة. ميسة معلش انا اسف يا سلمى. قولها بصراحة بقى. الست الهاني مشغلة عقلك وقلبك وكيانك من يوم حكايتها دي. ارجوك يا سلمى ميسة زميلة كلنا لازم نتعاطف معاها ونقف جنبها. اشمعنى انت دون من كل الدكاترة اللي متعاطف معاها؟ ما تفهمني ما تتكلم يا شيشان. الحب القديم اتحرك ولا ايه؟ سلمى ارجوكي بلاش تكلمي بالطريقة دي. ميسة يا زميلة كلنا بنقدرها ونحترمها وانت عارفة كده كويس. بتقدرها وتحترمها؟ بتقدرها وتحترمها بعد ما هزقتك قدام اللي يسوى واللي ما يسواش؟ أنا عذرتها وسامحتها. يا عيني يا عيني على الحنية دي كلها. سلمى مش معقول انت بقيتي مستحيلة. يعني ايه؟ اسألي السؤال ده لنفسك. شوفي انت عايزة ايه من الكلام ده؟ أنا عايزة أتأكد من حبك يا شيخ. أنا خايفة عن حبنا. من ايه بس؟ ما انت بكلامك ده اللي بتنغصي عليه بأوهامك وكلامك اللي ملوش أي لازمة. يعني أنت مش بتحبها؟ إدي المقالة دي للأستاذ أحمد. ها؟ أيوة يا أستاذ أحمد المقالة جاية لحضرتك حالا. لا لا عفوا مع السلامة. ها؟ الصحفي الهمام بتاعنا يا ترى ايه الجديد اللي عندك؟ تخيل اغرب بلاغ كنت اتصوره، واحد داخل المستشفى يعمل عمليه فتاه يقوم يسرقوا كليته؟ تخيل حاجه زي كده تحصل؟
انا خلاص ما بقتش استغرب اي حاجه، لان احنا كل يوم بقينا نسمع العجب لدرجه ان احنا خلاص اتعودنا على ان الشيء الصح بقى هو الغلط. وطبعا العكس صحيح، الشيء الغلط بقى هو الصح. ايوه بس معقوله الفساد يوصل في مستشفياتنا للدرجه دي؟ واكتر المستشفيات الاستثماريه هي اللي بيحصل فيها البلاوي كلها. دول بيتاجروا في صحه الانسان وعافيته اللي هي هبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبيتجوزوا ناس جواز صوري عشان يقننوا بيه عمليات نقل الكلى بتاعتهم. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ خلاص يا صاحبي، كل شيء اليومين دول بقى جايز ومباح. وده تم في مستشفى ايه؟ اي في مستشفى من المستشفيات. ودي اول حاله تحصل؟ دي اول حاله يتم البلاغ فيها، لكن طبعا اكيد في حالات كتيره في مستشفيات مماثله. وانت مقالك اللي بتكتبه دلوقتي عن ايه يا عمر؟ عن مافيا غسيل الاموال اللي بقى ليها فرع اساسي ورئيسي في مصر. تسمح بقى تقولي ايه اللي خلاك ما تروحش تشوف بابا؟ ما انا بطمن عليه منكم. يا سلام، يعني هو كفايه انك تطمن عليه مننا احنا؟ ما اقدرش احط وشه في وشه. ما تقدرش ليه؟ انت عملت حاجه غلط؟ ارجوك يا ميسه، ارجوك، انا لازم اسيب البيت وامشي قبل بابا ما يرجع. تسيب البيت ليه؟ ما انا قلتلك لان مش هقدر اواجهه. مدحت انت عملت حاجه غلط مخوفاك من بابا، وبعدين انت عارف بابا راجل طيب قوي اكيد هيسامحك. المهم ان انت تبقى عارف غلطك وما تكرروش تاني. ده اللي حاسس في نفسي وقلمني. انا مش خايف منه، بالعكس انا خجلان بنفسي. طب قول يا مدحت انت عملت ايه؟ بص لي هنا، طمني انا اختك، ايه اللي حصل؟ عايزاني اقولك ايه؟ اقولك ان اخوكي جبان وخسيس؟ يا ساتر يا رب، ليه بتقول على نفسك كده؟ لان هي دي الحقيقه اللي انا ما قدرتش اهرب منها. كل اللي جريت وراه كان وهم وسراب. عرفت ليه بقى انا عايز اسيب البيت وامشي؟ لاني مش هقدر احط عيني فعلين أشجع وأصدق راجل في الدنيا. انت ليه بتأكدي ان اللي حصل لوالدك الأستاذ خالد زيدان حصل بفعل فاعل؟ ما كل يوم بتحصل حوادث عربيات، واحد شال واحد بعربية، عربيتين خبطوا في بعض، ده بسبب السرعة المجنونة اللي أصحاب العربيات بيمشوا بيها دلوقتي، هي المسؤولة عن الحوادث دي كلها. لكن في حالة بابا لا، دي مؤامرة مدبرة، وانا ان شاء الله ناوي اقدم بيها بلاغ النيابة. اصل مين من مصلحته يقتل والدك؟ بابا معاك وشوف باسماء الناس اللي بتشتغل في غسيل الاموال، ومعاه اوراق بتثبت ده، اكيد وصلهم معلومات عن كده. دي مجرد تكهنات. دي مش تكهنات. تقدر تقول لي ايه التزامن الغريب بين الاتنين؟ صدفة، ما تاخديش في بالك. انت ليه مش قادر تصدق ان في خطة محكمة للتخلص من خالد زيدان؟ بس بابا مش خايف منه، الحمد لله الحادث ما قللش من حماسه ولا أثر عليه، ده بالعكس مصمم ان هو يكمل للنهاية لغاية ما يقعوا كله. وهو ناوي يبلغ عن المعلومات اللي معاه؟ طبعا، ده معتبرها قضيته اللي لا يمكن هيتخلى عنها، واخدها مسألة حياة أو موت. ايه يا متر، رحت فين؟ أنا الحقيقة رحت لخالد زيدان. أنا مندهش لحماسه بموضوع لا يعنيه ولا يمسه. مدرسة خالد زيدان بقى اللي ما تعرفش الذاتية، تحيا حياة الآخرين بدلا من حياتها. وحياتنا احنا لسه ما فكرتيش فيها؟ بصراحة لسه. ولامتى هفضل مستنية؟ تفتكر الظروف اللي أنا مريت بيها كانت ممكن تخليني أفكر في أي حاجة تانية غير في بابا؟ والحمد لله ربنا نجاه وقام بالسلام. الحمد لله، بس خد بالك انا خايفه من حاجات كتيره قوي ممكن لسه تحصل. معقوله يا استاذه تاجلي قرارك بناء على توقعات ممكن تحصل وممكن ما تحصلش؟ ما هو يا استاذ احساسي اللي انا بناء عليه هاخد قراري بيقول لي كده. امري لله. متر انت استنيت كتير، ممكن عشان خاطري تستنى كمان شويه. انا علشانك استنى العمر كله. ايه ده يا متر، بقينا بنقول شعر اهو. اللي يحبك يا مجدة لازم يتعلم يقول شعر. بعد ما كتبت المقال وكان موافق عليه رئيس التحرير رجع رفعه تاني قبل النشر. ليه؟ اللي عرفته انه كان على اتصال دايما بالنائب العام، وهو اللي طلب منه كده لغاية لما يخلصوا تحقيقاتهم. احسن برضه،
هما فاكرين ان الموضوع ما خرجش من عندي. خليهم مطمنين، خليهم يشتغلوا لحد ما يقعوا متلبسين. ايوه بس كده فيها خطوره على حضرتك. يعني هعملوا ايه تاني؟ هيدبروا العمليه دي مره تانيه؟ ده اكيد طبعا. خليها على الله، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. هو الراجل ده ما بيتهدش؟ لسه في نفس ينهد ويعافر كمان؟ هتقولي عليه؟ انا عارفه من زمان، لما يحط حاجه في دماغه قولي عليها السلام. يعني انا كده رحت في داهيه. بعدين معاك يا صاحب، بصراحه القلق اللي انت فيه مخلينا مش عارفين نفكر خالص. ده ما ينفعش معاه حاجه خالص، لا ستات ولا فلوس ولا اي حاجه. سيبك من حكايه الفلوس والستات، هو في موضوع لو عرفوا يعملوه كويس هيسلم على طول. موضوع ايه؟ لا انت ليك النتيجه، مالكيش دعوه بالتفاصيل. بتفكر في ايه يا كمال بيه؟ بعدين هتعرف كل حاجة، بس لما اعرض التفاصيل على الباشا الاول. ما انت والباشا مطمنين على الاخر، اساميكم مش موجودة في اي عقود او تحويلات. فلو ليه بقى؟ تاني يا سحر، تاني الكلام ده؟ قلتلك احنا في مركب واحد، لو غرق جزء منها هنغرق كلنا. صحيح يا سحر، هانم المصلحة واحدة، والموضوع زي ما شغلك شغل كمال بيه كمان. قول لها يا فهمي، قول لها خلاص بسلامتها هتجنني معاها. اطمني، كمال بيه مش بيلعب، اكيد هيلاقي حل. لا وايه، انا خلاص لقيته فعلا. انا كل اللي شاغلني دلوقتي يا ليلى ازاي اثبت صدق كلام ميسه. حقيقي يا هشام؟ طبعا حقيقي يا ليلى، انا عارف ان كلامها كله مظبوط ومهوش تخريف. يا ريت يا ريت يا هشام، يا ريت يا ريت طبعا يا ليلى، بس دي مساله صعبه قوي مش سهله، عايزه ذكاء شديد ومكر ودهاء. بس ليه ده كله؟ لان اللعبه بتبتدي عند عبد العال حسنين وبتنتهي برضو عنده، بس ليها فروع تانية عند الممرضات والجراح اللي قام بالعمليه اللي ما عندوش اي ضمير، ودكتور البنج كمان. عمليه محبوكه تماما، واللي ساعد على حبكتها خروج المريض من المستشفى وفقدان المعلومات اللي ممكن نستدل بيها على مكانه. وازاي ده حصل؟ شغل عبد العال طبعا. لو اقدر اوصل للمريض ده، بس هوصله ازاي؟ لازم يكون من خلال ممرضه اشتركت معاهم في الجريمه. بس كده يبقى الموضوع صعب قوي يا هشام. صعب جدا يا ليلى، انا قلت لك انه مش سهل. لكن برضه مش مستحيل، مين عارف يمكن الصدفه توقع لك اي حد فيهم. ايوه يا ليلى، بس انا مش هستنى الصدفه دي، لازم ادور عليها بنفسي واوصل للحقيقه. هشام انت ما تعرفش انا فرحانه بيك قد ايه، انت كده فعلا هشام عقل اخويا حقيقي. انت فعلا ما بتحبش غير الصح والمظبوط، وطريقك مع ميسه هو الصح يا هشام. ده موضوع تاني يا ليلى، انا لما اخلص من اللي في دماغي هحاول اصلح كل حاجه. افهم من كده انك عايز تقدم الدليل على صحه اقوال الدكتوره ميسه، واثبات الجريمه هيكون هو هديه الجواز ليها. ده موضوع سابق لاوانه، المهم اثبت وقوع الجريمه، وفي الحاله دي ميسه هتبقى على حق. وبعدين معاك يا بنت، انت يا بنت انت كل يوم والتاني هتنطيلي وتقولي لي عايزه حقي عايزه حقي عايزه حقي. ايوه يا استاذ عبد العال، عايزه حقي. جرى ايه يا بت انت يا بت؟ الله، هو احنا اللي نقوله نعيده واللي نعيده نزيده؟ قلت لك مليون مره لما يبعتوا لي الشيك هبقى اصرف لك بقيه حقك، فاهمه؟ انا ما بتكلمش على العمليه دي، انا بتكلم على العمليه التانية، عمليه صبحي بيه. شش، وطي صوتك، وطي صوتك، هتودينا في داهيه يخرب بيتك. بقول لك ايه؟ حسك عينك تفتح الموضوع ده مره تانية او تتكلمي فيه، مفهوم؟ خلاص اديني حقي وانا اتخرس خالص. جت كسر حقك. يلا امشي امشي امشي، روحي شوفي شغلك، ولو فتحت بقك بكلمه في الموضوع ده تاني هتبقى نهايتك، واوعي تنطيلي مره تانية هنا. يلا امشي. طب خلاص ما تزقش. امشي. ريلاكس عبد العال، ريلاكس. ادخل. استاذ عبد العال، الدكتوره امنيه عايزه حضرتك. يا دي اليوم الاخبر اللي ما طلعت له شمس، ودي عايزاني في ايه؟ دي رخرة عايزاني في ايه؟ اسمعي، روحي قولي لها قدامه شويه حسابات بيخلصها وهيبقى يطلع لك.
حاضر. بقولك ايه، طلعت كشوف الحسابات للمرضى في اوضهم؟ ايوه. طيب عظيم، خليهم ينزلوا يدفعوا دفعه تحت الحساب، واللي ما يدفعش لا يتصرف له وجبات النهارده ولا علاج. يعني نعمل لهم خروج؟ خروج؟ خروج ايه يا غبيه؟ خروج ايه؟ يخرجوا ازاي وهم عليهم فلوس للمستشفى؟ ما حدش يخرج من المرضى لحد ما يدفع اللي عليه حتى لو مات، مفهوم؟ مفهوم يا استاذ عبد العال. يلا يلا غوري من وشي. حاضر. غوري. الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك. اتفضل. نورت بيتك يا بابا. مش متصور يا بابا البيت من غيرك كان شكله ايه. من فين مدحت؟ مدحت سافر اسكندرية علشان عنده شغل في فرع الشركة اللي هناك. عارف اللي حصل؟ لا في الحقيقة احنا ما عرفناش نتصل بيه. اه ما عرفتوش توصلوا له وما قدرتوش تعرفوا عنوان الشركة في اسكندرية. عمري ما كدبت يا ميسا ولا تعرف تكدبي. بابا انا مش فاهم حاجة خالص. احسن لو فهمت هتتعبي، انا مشفق عليكي. بابا مدحت يبقى اخويا ولازم اعرف ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل انه لازم يسيب شركة كمال ابو الذهب اذا كان عاوز يفضل بينا ويبقى اخوكو حقيقي. ليه؟ هو عمل حاجة غلط؟ ده بيشتغل في بؤرة فساد، يعني بيساعد على الفساد. يمكن مدحت ما يعرفش. طب قولي له انت الحقيقة وشوفي هيعمل ايه. طبعا ساعتها هيسيب الشغل، مش كده يا مجدة؟ مجدة متفهمة الموقف اكتر منك. بس واكد لك يا بابا ان الجانب الطيب في مدحت هو الاقوى وهو اللي هينتصر. بس مدحت محتاج يفوق، وخروجه من البيت معناه انه ابتدى يفوق. بس هو محتاج انك تسامحه. مسامحتي ليه متعلقة انه يسيب شركة كمال ابو الذهب؟ بعدين افكر اسامحه. امال فين ملف المريض ايمن؟ عند الدكتورة امنية. اوكي. بالحق اخبار والدك ايه؟ معرفش. يعني ايه متعرفش؟ ليه؟ وانت مش بتشوفه؟ لا يعني ايه مش فاهم؟ ما انا اصلي سبت البيت وقعد في لوكندا. لوكندا؟ ليه؟ مش قادر اواجهه بعد اللي حصل. بالعكس انت كده غلطان جدا، بشكلها هتخليه يشك فيك. يشك ايه يا كمال بيه؟ ده ظبطني متلبس. ايوه بس ما يعرفش انت كنت بتدور على ايه. مساله بالنسبه له غامضه، لازم تروح على الاقل عشان تزيل اي شك من ناحيتي انا. صعب عليا قوي يا كمال بيه. لا صعب ولا حاجه، كل حاجه بتتنسي. شوف انت بقى ترجع من اسكندريه على هناك على طول. اسكندريه؟ ما انت هتروح اسكندريه، شحنه الادويه وصلت، انت لازم تستلمها لانها باسمك. كمال بيه انا كنت عايز اكلم حضرتك في موضوع الانسه علياء. مالا علياء؟ الموضوع اللي كنت سبق وكلمت حضرتك فيه. موضوع ايه مش فاهم؟ الخطوبه. خطوبه؟ خطوبه ايه؟ خطوبتها مني، ما انا سبق وطلبتها من حضرتك. انت لسه فاكر؟ ما انا قلت لك على المهر انت ما جبتوش. ما دام ما جبتش المهر اعتبر الموضوع منتهي كأن لم يكن، اوعى تفكر فيه تاني. يلا بقى جهز نفسك عشان تطلع اسكندريه، ترجع من اسكندريه على بيت ابوك، فاهم؟ يلا. اللي خطبها قال مفيش عمليه هتتعمل هنا في المستشفى ولا مريض هيخش اوضه العمليات الا لما تجيلي التقارير الكامله عنه.
أرجو من السادة النواب يبلغوا الأساتذة الجراحين اللي مش موجودين معنا. أستاذ عبد العال، القرار ده يتطبع ويتوزع على جميع الأطباء المعينين والمتعاقد معهم. صح الكلام، نوزعه. تفضلوا. دكتور هشام، لحظة واحدة من فضلك. تفضل استريح. أنا عايزة أتكلم معاك شوية. أنا كمان محتاجة أتكلم معاك يا دكتورة. أنا بصراحة شاكك. شاكك في مين يا هشام؟ قول. هو لحد دلوقتي مش قادر أحدد، بس اللي أنا متأكد منه إن الدكتورة ميسة ما كانتش لا بتخرف ولا بتهلوس. أنا واثقة من كده، بس عشان أثبت ده لازم الأول أحط إيدي على الجاني الحقيقي، وياريت تساعدني عشان نعرفه. صدقيني يا دكتورة لو قلتلك إن ده شغل الشاغل اليومين دول. أنا كنت عارفة إنك إنسان كويس وإن جواك مبادئ، وعارفة كمان ليه عملت اللي عملته. معلش، إحنا بشر وأحيانا بنتعرض لحظات ضعف بتخلينا نتصرف تصرفات إحنا مش راضيين عنها، ويمكن كمان ما نكونش عارفين إحنا ليه بنعملها. أنا ناوي أصلح كل حاجة يا دكتورة، بس بعد ما أقدم الدليل على صحة كلام الدكتورة ميسة. ما تتصورش موضوع الدكتورة ميسة ده حطتني في صراع شكله إيه. أنا فعلا في حيرة. أنا مقدر الحالة اللي حضرتك فيها، بس زعلانة من نفسي قوي، لأني اضطريت أخد قرار بعيد كل البعد عن أخلاقي ومبادئي. مش عارفة أعمل إيه، كل الظروف اللي حواليا منعاني أعمل اللي لازم يتعمل في موقف زي ده. يا دكتورة أنا فاهم كل حاجة، بس عزائي الوحيد إن الدكتورة ميسة فتحت عيني على حاجات ما كنتش أتصور أبدا إنها ممكن تحصل عندنا هنا في المستشفى. عشان كده أنا خدت القرار بتاع النهاردة، وحبقى صحية لهم قوي عشان أعرف كل صغيرة وكبيرة بتحصل في المستشفى. طب ولو عرفنا الجناة الحقيقيين هتاخدي معهم موقف وتقدميهم للنيابة فعلا؟ طبعا، أقسم لك أنا بنفسي اللي هقدمهم للنيابة مهما كان الموقف اللي أنا هتعرض له. ده يا رضا ده كله. علياء جوجي. أيوة بابي. هتضلك مفاجأة تهبل. مفاجأة؟ مفاجأة إيه يا بابي؟ لا وأنا أقولها دلوقتي ما تبقاش مفاجأة، مفاجأة يعني علشان أفاجئك بيها. لا معليش يا بابي، عشان خاطري أنا فاجئني بيها دلوقتي. آخ ما أقدرش أرفض لك طلب. حاضر يا ستي هقولك، ولو اني كنت مدخرها عشان اقولها لك في عيد ميلادك. عيد ميلادي؟ احنا فين وعيد ميلادي فين؟ شوف يا ست، انا ان شاء الله ناوي اعمل مشروع عظيم باسمك. مشروع ايه؟ مدينة باسمك. مدينة؟ اتخضيتوا ليه؟ مدينة هنشئها وسميها علياء، عامل فيها كل الحاجات الحديثة، يعني ملاعب سكواش، ملاعب جولف، مستشفى، مركز طبي، ملاهي، مكتبة، عاملها على الطراز الأمريكي كمان. بجد يا بابي؟ من امتى قلت حاجة ما طلعتش بجد يا بنت؟ عمرك يا بابي، عمرك ما قلت لي حاجة ما نفذتهاش. طيب امتى هتحصل دي؟ قريب خالص، أنا خدت الأرض وسجلتها باسمي، هبتدي بقى أعمل إعلانات وأجيب فيها أكبر نجوم الإعلانات اللي انتوا بتشوفيهم دول، واعلانات تنزل الناس تحجز، هوب نبتدي. مش معقول مشروع يجنن هايل يا بابي. طبعا. يا دكتوره ساكته ليه؟ ما تتكلميش ليه؟ ما كفايه انتوا بتتكلموا، انا هتكلم اقول ايه؟ يظهر انت ما ركزتيش معايا. انا ما نسيتكيش، انا قلت هعمل مستشفى. انا مش عايزه لا مستشفى ولا اي حاجه، انا يمكن كمان اسيب المستشفى اللي هنا. ليه؟ عشان خاطر عبد العال حسنين برضه؟ لا، المرة دي عشان أمنية مجاهد نفسها. أمنية مجاهد نفسها؟ هي مامتي دي مفيش حاجة بترضيها أبدا؟ على فين يا متر؟ على فين إيه؟ على المكتب طبعا. مكتب إيه يا بابا؟ انت لسه ما شديتش حيلك. لا انا شديت حيلي وبقيت زي البوم الحمد لله، بس برضو دكاترة قالوا انك لازم تستريح.
الدكاترة دول ما يعرفوش أي حاجة عن مسؤولياتي. أنا ما قدرتش أسيب المكتب أكتر من كده. أكتر من كده إيه يا بابا؟ أنت كنت بتتابع كل حاجة من المستشفى. أيوة، بس في فرق ما أكون موجود بنفسي في المكتب وقابل الوكلاء بتوعي وأشوف قضاياهم، وبعدين دول محملني حمل على كتافي ما أقدرش أتخلى عنهم. طيب لو مصمم خدني معاك. أخدك معايا؟ أنت ناسية أنك بتشتغلي في مكتب منافس؟ بقى كده وأنت ناسي يا زمل أن أنا كنت من هيئة المكتب. أيوة، بس سبتينا ورحت اشتغلت في مكتب منافس وتبت. تبت وعايز أرجع لقواعدي سلم. ومن إمتى التغيير ده حصل؟ ده مش تغيير يا بابا، أنا قلت لك قبل كده عايز أروح مدرسة مختلفة علشان أشوف وتفرج. اتفرجتي وتعلمت أن المدرسة الحقيقية هي مدرستك، مدرسة خالد زيدان، اللي مهما تعلمت فيها عمري ما هشبع. دي بحر، بحر ما بينتهيش. ناوي بقى حضرتك تديني قطرة منه ولا لا؟ حبيبتي يا بنتي، أنا بحمد ربنا إن ربنا عوضني بيك أنت وميسة، بحمد ربنا إن حياتي وعمري ما ضاعوش هباء ولا هدر. اوعى تقول كده يا بابا، اوعى تقول كده، مدحت هيرجع لنا. صدقني اللي عام في بحرك ما يقدرش يعوم في بحر غيرك. بركيلي يا سحورة، بكرة كده في الجرايد هتلاقي ايه؟ فتح باب الاكتتاب في المصنع الجديد بتاعي. ده استعجلت ليه يا كمال؟ واستنى ليه؟ الارض وملكي متسجلها باسمي وكل حاجة مش عال، اخاف من ايه بقى؟ على رأيك هتخاف من ايه وليه؟ لا لا لا، انا دلوقتي كل اعمالي مشروعة وماشية في السليم. لان اسمك مش موجود في اي ورق من اللي وقع في ايد خالد زيدان، هتخاف من ايه بقى؟ بعدين يا سحر، وبعدين كل ما اشوفك تتكلم في الموضوع ده. هو انا عندي موضوع غيره يا كمال؟ قلتلك الموضوع ده هيتحل ان شاء الله، هيتحل. مش انا بس اللي بقول كده، هم كمان بيقولوا كده. خلينا بقى نتكلم في شغلنا اللي ده الاهم. مش قادرة، مش قادرة يا كمال، انا مرعوبة، انا حاسة ان في اي لحظة صور هتملى الجرايد وهتفضح. يا حبيبتي صورك ان شاء الله هتملى الجرايد والمجلات، بس في مناسبة سعيدة، لاني هعمل حفلة عشان افتتاح المصنع الجديد. انت هتعمل حفلة؟ ايوة، حفلة كبيرة هعزم فيها كبار المسؤولين، الشخصيات الهامة. وبالحق بكلم يا دام جوليت عشان توضب الحفلة وتجيب لنا العشاء من ماكسيم. يا كمال بلاش، خلينا متداريين اليومين دول. بالعكس، ده وقته، ده وقته ووقته ووقته. أفهمك بقى، صورنا مع كبار المسؤولين هتدينا قوة، تدينا باور، وإحنا حبيبتي في عصر قوة. ألف حمد لله على سلامتك يا أستاذ. الله يسلمكم، نورت مكتبك يا أستاذ. منور بيك كلكم، ألف شكر. بصراحة بقى يا أستاذ، المكتب ما كانش له أي قيمة من غير وجود حضرتك. إزاي الكلام ده؟ وما انت رحتوا فين؟ احنا من غير حضرتك ولا حاجة. انا بقى ما احبش اسمع الكلام ده. امال فين اللي اتعلمتوه مني؟ معنى كلامك ده ان كنتوا ما اتعلمتوش مني اي حاجة ابدا. ازاي يا استاذ؟ استاذ ايه بقى؟ الاستاذ هو اللي يسيب وراء اساتذة يتحملوا المسؤولية اثناء غيابه. وبعدين انا مش قاعد معاكوا على طول، كلنا الى زوال. بعد الشر عليك يا استاذ. ربنا يطول عمرك يا استاذ. هي دي طبيعة الحياة يا سلامة، لازم الواحد يبقى مطمن انه سايب وراه حد يتحمل المسؤولية، ولا هتبقى حياته ملاش اي قيمة، يبقى ما عملش حاجة خالص. يا فندم احنا هنا كلنا تلامذة خالد زيدان. اه ده بقى الكلام الصح. ودلوقتي كل واحد منكم يشوف شغله. عن اذنكم. وحشتك اوضتك يا استاذ. فعلا وحشتني يا سلام. دقيقه واحده هتكون القهوه جاهزه. اه دي بقى اللي وحشتني بصحيح، نشرب القهوه من ايديك. حالا هتكون جاهزه. ايه مظاهره الحب دي كلها يا متر؟ وانا عايش غير بحب الناس؟ على العموم تاكد ان حبهم ليك اكيد هيزيد بوجودي معاك. بقى كده. انت مش واثق في بنتك ولا ايه؟ لا واثق، عشان كده انا هديك القضيه دي تقريها وتقولي لي رايك فيها.
اه دخلنا في التقيل من اولها كده يا زمل. قصدي يا استاذ، ما هو لكل مكان المقام ولا ايه؟ مظبوط. طيب عن اذنك بقى عشان نبتدي الشغل. انت استلمت كل اوراق الشحنه. شكرا يا فندم. عفوا. شكرا يا استاذ عزيز. على السلامه. انت طيب ان شاء الله. صباح حضرتك طيب. بقول لك ايه، هو الراجل ده مضاني على ورق كتير كده ليه يا عم؟ اجراءات جمركيه كلها حد قدك، ما انت بقيت صاحب الشحنه وبيجي لك شحنات باسمك. وانا يعني باخد المكاسب دي ليه انا لوحدي؟ اكيد نايبك من حب جانب برضه يعني الفتات. بقول لك ايه، فتات مش فتات، مش عتاقك من سهره بتوع اسكندريه على حسابك. ها يلا بينا. اتفضل. على فكره بقى، انت النهارده عملت لي احلى مفاجاه في الدنيا. ما انا كان لازم اجي اخدك من الشغل، ما كانش ينفع اروح على البيت بعد اللي خالي قاله لي اخر مره. طارق ما تزعلش من بابا، بصراحه بقى بابا عنده حق، ما هو كان لازم يزعل من موقف باباك ده. انت عارفه كويس قوي ان انا ما بزعلش من خالي. ايه رايك اعزمك على الغدا؟ ممكن، انت برضو ابن عمتي. بس كفايه عليك كده يا استاذ. وانا موافق لغايه لما تسمعي اللي عندي. قبل اي كلام هسمعه، انا عايزاك توضح لي انت كنت عايز تقولي ايه من جوابك ده. طب اقعدي وانا اقول لك. اديني قعدت يا استاذ، ممكن تفهمني بقى؟ شوفي يا زينب، احنا كبار بما فيه الكفايه، مسؤولين عن تصرفاتنا وافعالنا، احنا مش لازم نسيبهم يتحكموا في مصايرنا واقدارنا اكتر من كده. يعني ايه يا طارق؟ ممكن توضح لي كلامك اكتر من كده؟ يعني احنا ادينا لهم حقهم وهم عايزين ياخدوا حقنا. زينب احنا لازم نتجوز. ايه؟ نتجوز ازاي بس يا طارق؟ نتجوز كده من غير موافقتهم؟ طب قولي لي قدامنا ايه تاني نعمله؟ احنا مشينا في الطريق الطبيعي وهم اللي رفضوا، قدامنا ايه تاني نعمله يا زينب؟ بصراحة بقى يا طارق انا ما كنتش فاهمة اي حاجة. بس انا عارف كويس قوي ايه اللي لازم يتعمل. ايه اللي لازم نعمله؟ ان احنا نتجوز يا طارق. طب ازاي؟ يعني نروح كده نتجوز واروح انا بقى اقول لبابا انا خلاص اتجوزت؟ يا سلام. لا لا انا ما عنديش الجرأة اني اعمل كده، ما اقدرش يا طارق، ما اقدرش. طبعا انا ما كنتش احب ان ده يحصل، بس ما فيش حل تاني. انا اسفه قوي يا طارق، انا برفض الحل ده. وحبنا؟ حبنا طبعا موجود. احنا لازم نتجوز يا زينب. تعرف يا طارق انا لا يمكن اتجوز حد غيرك، بس انا لا يمكن اجوزك كمان بالطريقه دي. زينب انا نازل المره دي مخصوص عشان كده. يا عز عليا قوي يا طارق اني ارفض لك اي طلب، لكن اعمل ايه؟ مش بايدي. طب والحل؟ نصبر، لازم نصبر يا حبيبي، سيبها بس انت كده على ربنا وربنا ان شاء الله هيحلها. ها يا ماما، ما قلتليش رايك ايه؟ ماما. ايوه في ايه؟ ده انا بقالي ساعه عمال اكلمك، انت مش واخده بالك ولا ايه؟ كل الكلام ده قاعده اقوله لنفسي ولا ايه؟ معلش اصل انا عندي شويه مشاكل اليومين دول في المستشفى، عشان كده مش مركزه معاك. انا فعلا ملاحظ كده. ايه اللي مضايقك يا ماما؟ يعني زي العاده ما تاخدش في بالك. المهم اقول لك، انت قاعد معانا كام يوم المره دي؟ يعني نفس الاجازه المعتاده، بس طبعا مش هقعد في الفيلا. تاني يا طارق. ما انا قلت لحضرتك قراري المره اللي فاتت. ايوه انا فاهمه ان القرار ده يعني خدته في لحظه انفعال نتيجه موقف. طب ما الموقف ما اتغيرش، وبالتالي القرار مش هيتغير. بص يا طارق، انا صحيح كنت مشغوله اليومين اللي فاتوا بسبب المشاكل اللي في المستشفى، عشان كده ما كنتش فاضيه لمشكلتك، لكن اوعدك ان انا هلاقي لها حل. بس لازم تبقى معايا هنا، ما ينفعش تبقى بعيد. يعني هو مش كفايه انك بتقعد بالشهر ما اشوفكش، كمان الكام يوم اللي انت جاي فيهم بتحرمني منهم؟ ما تقوليش كده يا ماما، ده انا اديلك عمري كله وبرضه بيبقى قليل عليكي. يا حبيبي يا طارق. العلاج ده هتمشي عليه لمده اسبوعين. ان شاء الله لو جاب نتيجه مش هنحتاج العمليه خالص. الف شكر يا دكتور. خلاص ده كان اخر كشف. قولي بقى، عازمني انت الليله دي على العشاء ولا انا اللي عازمك؟ لا الليله دي مش هقدر. ليه بقى؟ معلش يا سلمى، ماما اصلها تعبانه ولازم ابقى جنبها. ما اختك جنبها، بلاش حجج فاضي. والله العظيم ما هي حجج. لا بقى حجج، وكل يوم عمال تطلع لي بحجه شكل. انا مش عارفه ايه حكايتك يا هشام،
من يوم ما ست الهانم سابت المستشفى وانت اتغيرت خالص. سلمى ارجوكي ما تدخليش ميسه في كل حاجه. يا سلام، ده انت مش طايق كلمه واحده عليها، قول بقى انك بقيت تحبها ومش طايقني. يا سلمى ارجوكي ما تخلقيش مشاكل من مفيش. انا اللي بخلق مشاكل، انت اللي بتعمل مشاكل. هو انا قلت حاجه؟ انا بقول لازم اروح لامي كده. طيب يا هشام، انا كمان غيرت رايي ولازم اروح عشان استريح. انا حبيت اجي ابلغك بنفسي بدل ما تعرف من بره. تبلغيني بايه؟ بقرار اعدامي؟ اعدامك ايه بس يا متر، انت مكبر الموضوع قوي. ماجدة انتي مش قادرة تحسي انك انتي تسيب المكتب بالنسبة لي ده معناه ايه؟ انا مقدرش اشتغل من غيرك. يا خبر يا متر، انت استاذ كبير والزملاء هنا ممتازين واحسن مني كمان. محدش يقدر يملى مكانتك عندي، انتي المكتب بالنسبة لي، انا مقدرش اشتغل من غيرك. انا باجي المكتب عشان اشوفك. والموكلين؟ انت عندي اهم من الموكلين. استاذ فهمي، ماجدة افهميني ارجوك. ارجوك انت بلاش تخلط الاوراق كلها ببعض. انا هنا مجرد محامية في مكتبك، من حقها انها تخرج وتروح مكتب تاني. انا ضايقتك في حاجة؟ اطلاقا بالعكس، انا مستعد اديكي اضعاف اضعاف اللي هتاخديه هناك، بس ارجوك ما تسيبينيش. انا ممكن اديكي قضايا بحلها تشتغليها لحسابك. يبقى انت لسه ما فهمتنيش، انا محتاجه اقف دلوقتي جنب والدي، هو محتاجني وانا كمان محتاجه له. وانا محتاج لك يا مجدة؟ ما اظنش انك محتاجني محاميه في مكتبك. انا محتاج لك في المكتب، محتاج لك شخصيا، محتاج لك في الحياه. طيب انا قلت لك بلاش تخلط كل الاوراق مع بعض. يعني هتكملي معايا في الحياه؟ انا قلت لك ان قضيتك في المداوله، بس المداوله طالت قوي. معلش اديها وقتها علشان يبقى الحكم سليم. هي دادي ده زعلان ومتاثر عليها بشكل عجيب. يا حبيبتي مهما كان في النهايه دي زميلته. اشمعنى هو دونا عن كل الدكاتره اللي متعاطف معاها؟ ما كلهم برضه زمايلها في المستشفى. سلمى انت بنتي وانا عارفك، بعض احيان بتغيري من حاجات لا اساس لها. لا يا دادي، المره دي بقى ليها اساس. ده ما بقاش طايقني خالص، زي ما اكون انا اللي مسؤوله عن كل اللي بيحصل لها ده. لا، مساله مش طايق دي بقى مساله فيها نظر، ولازم الواحد يفكر فيها كويس. اذا كان الحكايه كده يبقى كل واحد يروح لحاله ونقول له مع السلامه. وما تنسيش انت في الاول اللي اخترتيه، انا كنت رافضه تماما، لكن لما لقيتك مصرة ها هعمل ايه؟ وما زلت مصرة ومصممة عليه برضو يا دادي. ايه بس اللي انت بتقوليه ده؟ ايه؟ انا ما ننزمش ابدا. انا لو سبته في الظروف دي يبقى كده حققت له رغبته. اكيد اكيد هيجرع الست الهانم الدكتورة ويستعطفها ويستسمحها، وبكده ابقى حققت له حلمه، يبقى فاز بالعيادة وبيها. يا حبيبتي العيادة دي أنا أجرتها له بناء على رغبتك، وأنا ما كنتش موافق إطلاقا. أنت ناسي الكلام ده ولا إيه؟ معلش يا دادي، كل حاجة هترجع. هي أنا ما بقتش فاهمك خالص. أنا هصلح الموقف ده. إزاي بس؟ قولي لي إزاي؟ أرجوك أرجوك يا دادي، اديني فرصة مرة واحدة. أنا محتارة، مش عارفة أعمل إيه يا ميس. تصوري إنه فعلا صعب عليا. أول مرة أشوف الأستاذ فهمي بالضعف ده. ما تصدقيش أي راجل، كله تمثيل في تمثيل. يعني ضحكة هتقول، وبعدين أنت ما خدتيش عبرة من اللي حصل لأختك ولا إيه؟ لا يا ميس، وضع فهمي مختلف تماما عن وضع هشام. فهمي مش محتاج فلوس، لاني ببساطة ما عنديش فلوس، وهو كمان غني غني قوي. ايوه بس هو محتاج شبابك يا ستي. ستات ياما اشكال والوان جمال وشياكة داخلين خارجين عليه، بيتمحكوا في شوية قضايا علشان ينالوا الرضا السامي ويتجوزوه، وهو ولا هنا. لا لا لا، فهمي بيحبني حقيقي. بيحبك؟ الرجاله ما يعرفوش يحبوا.
رجالة كدابين كلهم كدابين وخدعين. لا يا ميسة، لا، أنا مش عايزة تجربتك دي تأثر على نظرتك للحياة. شوف يا ماجدة، ده رأيي، أخدتي بيه أنت حرة، مش عايزة تاخدي بيه برضو أنت حرة. ميسة خدي بالك، مش معنى إن هشام طلع منافق يبقى كل رجالة منافقين. لا، في رجالة بيحبوا بجد وبيبقوا صادقين جدا في حبه. يمكن، أكيد. ومادام انت واثقه كده من حبه ليكي، بتاخدي رايي ليه؟ ماجده، انت مشكلتك الحقيقيه مع بابا انك ازاي تقنعيه، بس انا واثقه انك هتقنعيه لانك عندك كل وسائل الاقناع.